سلام البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده، ومرحبا بكم في فيديو جديده ومع منتجات العنايه بالشعر. اليوم راني جيتكم بالمجموعه جديده من لوريال اسف غليكوليك جلوس. راني سبق وتكلمت على السيروم، اليوم غادي نتكلم لكم على الشامبو الابري شامبو وسوا لاميناسيون 5 مينوت ا رينسي. كيما هذا الشامبو جلوس لونغ دوري، هذا جاي سون سلفات بدون سلفات، فيه 200 مليلتر، خاص بالشعر الباهت والمحتاج للمعان والشعر الهش. هذا الشامبو يحتوي على 2% كومبلكس غلوس على اسيد غليكوليك. هذا الشامبو البنات ينعم الشعر، تركيبته جايه اباز داسيد غليكوليك اللي يعالج الشعر ويضيف له هذاك اللمعان بعد اللي يكون بهت. لو بري تاعو 6 يورو، حوالي 1400 دينار. كيما هذا الديميلون او البلسم تاعو في 150 مليليتر، خلي الشعر دو فوا بلي بريون. هذا البلسم يليس بارفيتمون لي شوفو، ينعم مليح الشعر، يحتوي على 11% كومبلكس غلوس غليكوليك اللي تحطوه منه على الطول واطراف الشعر وتماسو مليح وتخلوه دقيقه ثم تغسلو. هذا الديميلون لو بري تاعو 7 يورو 16، حوالي 1400 دينار. وعلى فكره البنات، هذه المجموعه هايله بالنسبه اللي دايرين البروتين او الكيراتين. كاين هذا السوا لاميناسيون 5 مينوت ارانسي اللي ما لقيتوش، غادي نحط لكم في الصوره. هذا تستعملوه بعد البلسم، تخلوه 5 دقائق على الشعر ثم تغسلوه. في ميكسا كاين هذه البنات كريم سوا كورتيكا ريباراتريس ديزونا، البو فيه 150 مليلتر. هذه لا كريم تخلي لابو دوس اليس، تحتوي على مكونات مرطبه ومعالجه للبشره. هذه لا كريم بور بو اكسترا سيش اي روغوز للبشره اللي تكون جافه بزاف وهذاك الجلد الخشن. تركيبه تاعها جايه خفيفه، فورمولي سو كونترول ميديكال. استعملوها لكامل الجسم وخاصه لي بي لي جنو لي ما او لي كود، للمناطق اللي تكون جافه بزاف ومحتاجه للترطيب. هاد لا كريم تحتوي على 40% من الجليسيرين يوري والالونتوين. وبالنسبه اللي عندهم شعر متضرر بزاف وضعيف، كاين هذا الماسك من ديسونج اون ريشيون جيلي رويال اللي يغذي ويقوي غسلات الشعر، في 250 مليلتر، مليح للشعر اللي ما يسلكش ثاني. ريحته جايه توب، جاي تخيدو، يخلي الشعر كله نعومه وترطيب، ويناسب حتى اللي شعرهم طويل ولا فريزي ولا ناشف. تحطوا منه على الشعر بيان لافي سوري، على شعر يكون مغسول ومعصور مليح من الماء، تفوتوا كامل على الطول والاطراف وتماسوا الشعر وتخلوه 3 دقائق ثم تغسلوا. لا جولي رويال معروفه انها تقوي الشعر الضعيف والمتقصف. لو بري تاعو 8.49 من 1600 دينار. وكاين معاه هذا سوان سون غيساج اللي تحطو منه قبل ما تكوافو، اللي يغذي الشعر وثاني يعالج التقصفات، في 100 مليليتر، تحطو منه على الطول والاطراف. هذا السوان البنات يخلي واحد الريحه شابه في الشعر، كي ريزيست توت لا جورني. لو بري تاعو 8.60 من 1600 دينار. هذه كانت لا فيديو على هذه المنتجات اللي حبيت نبارطاجيها معكم، نتمنى تكون عجبتكم، ونكون تلاقاو في فيديو جديده باذن الله، ومع السلامه.